السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello, my flowers academy presents translation. الترجمة. How to translate into Arabic or how to translate into English. كيف نترجم إلى اللغة العربية أو كيف نترجم إلى اللغة الإنجليزية. حقيقة موضوع الترانسليشن مهم جدا، والفيديو ده مخصص لمبادئ الترجمة بس، أو هو الحلقة الأولى في مبادئ الترجمة للطلاب الصغيرين شوية أو طلاب ليفل 1 أو ليفل 2 اللي كان عندهم مشكلة في موضوع الترجمة. فهنقدم إن شاء الله الترجمة بشكل بسيط جدا كمبادئ عامة لحد لما نخلص إن شاء الله الجزء ده، وبعد كده نبدأ ناخد الترجمة بشكل موسع شوية. نبدأ على بركة الله. لو جملة زي كده وبقول أنا ولد، طبعا لازم أول حاجة نكون عارفينها هو إحنا بنطبق على إيه؟ إيه الدرس اللي إحنا خدناه وبنطبق عليه ترجمة؟ لأن الجمل بتكون مناسبة للدرس اللي إحنا شغالين عليه. إحنا خدنا الدرس الأخير ده كان verb to be. طالما ده كان تطبيق على verb to be يبقى لازم نستخدم verb to be في الجملة. الجملة بتقول أنا ولد، أنا ولد. لازم نتفق على شوية حاجات يا شباب، إن الترجمة مش رص كلمات تحت بعضها. يعني أنا عندي هنا في العربي كلمتين، مش شرط خالص يكون في الإنجليش في كلمتين قصاد. مش هشوف كلمة أنا يعني إيه وأروح كاتبها بالإنجليش، وكلمة ولد يعني إيه وأروح كاتبها بالإنجليش. الطريقة دي طريقة خطأ تماما في الترجمة. احتمال كبير يكون عندي كلمتين في الجملة العربية، ولما أجي أترجم إنجليش يبقوا ثلاثة أو أربعة أو خمسة. واحتمال العكس، ان يكون عندي هنا خمس او ست كلمات في اللغه العربيه، ولما اجي اترجمها انجليزي يطلع كلمتين بس او ثلاثه. يبقى ما فيش ابدا اي علاقه بين عدد الكلمات في اللغه السورس اللي احنا بنترجم منها اللي هي دي، واللغه التارجت اللي احنا بنترجم اليها. ما فيش علاقه خالص بين عدد الكلمات. ولازم نكون فاهمين ان احنا بنترجم معاني وليست الفاظ او عبارات. بجد جمله زي دي لو حطيناها في دماغنا هتفرق معانا كتير جدا في الثانويه العامه بعد كده. تاني انا بقول للطلبه بتوعي بتوع ثانوي كده، بقول لهم احنا مش بنرص طول، مش بنرص كلمه تحت كلمه. امال احنا بنعمل ايه؟ احنا بنترجم معاني بنترجم معاني ولا نترجم الفاظ. تاني الجمله، نحن نترجم معاني ولا نترجم الفاظ وعبارات وكلمات. انا ماليش دعوه بالكلمه، انا بترجم المعنى اللي انا فيه. طيب نبدأ نقول أنا ولد. كلمة أنا اسمها أي، نسيب مسافة. طيب وكلمة ولد اسمها بوي، يبقى أي بوي. دي الترجمة اللي كان معظم الناس هتعملها اللي هي أصلا خطأ. في حاجة مهمة جدا ناقصة هنا، إني لما أقول أنا ده ضمير وبوي اسم، طب فين الفعل يا شباب؟ مفيش يا مستر، ما ينفعش حبيبي، ما ينفعش جمله تكون من غير فعل. طب اعمل ايه؟ ما هو مفيش فعل هنا اصلا في الجمله. في الحاله دي بنربط المبتدا والخبر بفيرب تو بي. بنربط المبتدا، انا مبتدا ولد خبر، انا مبتدا ولد خبر. مفيش رابط في اللغه العربيه يربط المبتدا بالخبر، لكن في اللغه الانجليزيه لازم يكون في رابط يربط المبتدا بالخبر. تاني الكلام الجميل ده، أنا مبتدأ ولد الخبر. طيب هل في رابط في العربي رابط المبتدأ بالخبر؟ لا. طيب لما أجي أترجم إنجلش، أي هي المبتدأ، بوي هي الخبر، ينفع الجملة تتساب كده؟ لا، لازم رابط. الرابط ده إيه؟ فيرب تو بي. طب راجع أنت بقى في فيرب تو بي، أي كان معاها أم ولا معاها إز ولا معاها آر؟ معاها أم يا مستر، برافو عليك. يبقى أي أم كده. انا عملت ايه؟ انا عملت رابط، رابط المبتدا بالخبر، عملت رابط، ربط لي المبتدا بالخبر. الرابط ده كان موجود في العربي؟ لا. طب عد كده 1 2، طب عد كده 1 2 3. يبقى مش شرط خالص يكون هنا كلمتين وهنا كلمتين. ارجو التركيز في الفيديو بتاع النهارده لانه خطير جدا. طيب انا لسه عندي غلطتين، انا ماشي معاك خطوه بخطوه.
الغلطة الأولى السهلة الأول نقولها، دايما نقول ما نسيبش الجملة فاضية كده، كده غلط. لازم الجملة تنتهي في الآخر يا إما فول ستوب يا إما كويستشن مارك. مرة تانية، لازم الجملة تنتهي يا إما فول ستوب يا إما كويستشن مارك يا إما اكسكلاميشن مارك في بعض الأحيان، بس دي استخدامها قليل جدا يعني. طيب أعرف إزاي لما بقول يام، هنطقها غلط عشان انا مش عايز اقول لكم الغلطه فين. يام بوي، انا بنطق المكتوب دلوقتي ودي قراءه خطا. يام بوي. طيب هي دي كده، ده كده سؤال ولا جمله خبريه؟ دي جمله عاديه، يبقى ننهي الجمله خلاص. نيجي بقى للغلطه الكبرى اللي في الجمله دي، اللي انا تعمدت انها تبقى غلط عشان الناس تشوف. كلمه بوي اسم مفرد، وقلنا كتير ان الاسم المفرد ما ينفعش يتساب في الجملة كده عايم لوحده يغرق، لازم له ايه يا شباب؟ لازم له عوامة. ايه العوامة بتاعته؟ ايه، يبقى ام ابوي. كده الجملة بقت صحيحة والنطق بتاعي صحيح. ام ابوي، ام ابوي، يعني يا مستر لازم اكتب ام طب ما اخليها كده ايام بوي. غلط، ما ينفعش. طب ما هو يا مستر في العربي مكتوبة ولد بس بوي، خلاص مفيش حاجة، ملناش دعوة بالعربي. كل لغة وليها الخصائص بتاعتها، الشاطر لما يجي يترجم يعرف خصائص اللغة دي وخصائص اللغة دي مهمة جدا. خصائص اللغة الإنجليزية أن الاسم المفرد لازم قبليه أداة، بنسميها أداة النكرة، لازم قبليه أداة نكرة، لازم، اللي هي إيه؟ بالطريقة الصغيرة بتاعت ولادنا حبايبنا، لازم له عوامة عشان ما يغرقش في الجملة، الاسم المفرد ما يتسابش كده في الجملة لوحده كده غلبان يغرق في وسط الجملة. طب عشان ما يغرقش نعمل له ايه؟ نحط هنا ان، فتبقى ابو. طبعا في بعض الاحيان هتلاقيني كاتبها ان، دي لو بدأ بحرف متحرك، يعني لو مثلا الكلمه دي اورنج، طبعا لو اورنج مش هينفع كلمه ايام، هتبقى اكس مثلا، بالمره يبقى شرحناها كده اتس ان اورنج، اتس ان اورنج. كلمة أورنج كلمة مفردة ما ينفعش تتساب عينه، نحط قبلها إيه؟ آن. طب ليه مش آه؟ عشان بادئة بحرف متحرك، وده درس لوحده أنا، ملناش دعوة بالكلام ده، نرجع للجملة بتاعتنا تاني. آدي الجملة الصحيحة كده، أنا ولد ترجمتها أم أبوي، أم أبوي. طب ممكن يا مستر بدل أكتب دي أكتبها بالشكل المختصر اللي حضرتك علمته لنا في المحاضرة؟ يا ريت، بس خلي بالك الشكل المختصر ده بيفرق في النطق، يعني انا مش هقول ايام، هقول ان، ام ابوي. طيب يلا يا شطار حلوا بقى الجمله دي لوحدي. هي بنت، هي بنت، تعالوا نترجم الاول، نعمل الغلط. شي جيرل، كده الجمله غلط. ما هو كلمتين قصاد كلمتين، فاحنا اتفقنا بقى خلاص. طيب مفيش رابط في العربي هنا، مفيش رابط ربط المبتدأ بالخبر، في الانجليش محتاج رابط. مين شاطر يقول الرابط هنا ايه؟ فكر الرابط هنا ايه؟ شي، شي بيجي معاها از، برافو عليك، شي از، شي. طيب ينفع الجملة تتساب كده عايمة؟ كلمة جيرل مفرد ينفع تتساب عايمة؟ لا، لازم قبلها ايه. طب ينفع الجملة تتساب فاضية؟ لا، لازم فولو ستوب، فبقت شي ذا جيرل. كلام جميل جدا اهو. طيب يلا لوحده الجمله الثالثه، هو ولد، هي، خلاص اتعلمنا بقى هي على طول ولا هيز؟ هيز. بوي ولا ابوي؟ بوي، هيز ا بوي، فولو ستوب. تمام، بينا شطار. تعالوا بقى ناخد فكره جديده شويه، نحن بنات. كلمة نحن خدناها وي، هعمل حاجة غلط. وي، ايه الغلط اللي انا عملته؟ بص حرف الدبليو سمول ازاي؟ ينفع نبدأ الجملة بحرف سمول؟ لا، بص المستر عمل ايه؟ في كلمة اول بدأ بكام؟ في كلمة شي عمل الشي كام؟ ينفع اخليها سمول كده؟ لا غلط، ده الصح.
ينفع اخلي الاتش سمول كده؟ لا يا مستر غلط، المفروض تبقى كابيتال كده. اول حرف في الجمله كابيتال، حرف كبير، وده اللي هنسميه بعد كده punctuation. punctuation punctuation، الحرف الاول يبقى كابيتال، في اخر الجمله بنحط فول ستوب. تمام. طيب ايه الغلطه اللي هنا؟ مستر كاتب وي سمول، كاتب حرف الدبليو سمول، وده خطأ، المفروض حرف الدبليو يبقى كابيتال. تمام. وي. طيب بنات، جيرل. نرجع لطريقة الكتابة الخطأ الأول، شوف بعد كده نصلح، نكتشف الغلط. وي جيرل. واحد شاطر يقول يا مستر نايس فول ستوب، تمام برافو عليك. واحد تاني يقول لي يا مستر وي فين الرابط؟ وي ام. زعلت منك، خلاص يا مستر. وي از برضه زعلان منك، خلاص انا افتكرت. وي ار، ايوه كده، لازم تبقى مراجع الفيرب تو بي كويس. وي ار اور وير، وير 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 جيرل، مش ملاحظ حاجه. وي وي يا ابن احمد. طيب كلمه وي دي تحب المفرد ولا بتحب الجمع؟ تحب حاجه مفرد ولا بتحب حاجه جمع؟ خلي بالك، اي تحب المفرد جدا، شي تحب المفرد وراه حاجه مفرد، هي تحب المفرد، ات هناخدها بعد شويه تحب المفرد، لكن وي تحب الجمع. يبقى ما ينفعش اقول وير جيرل، لكن وير جيرلز، وير جيرلز. طب عايز احول الكلمه جمع، سهله جدا، حط اس في اخر الكلمه، خلاص بقت الكلمه جمع. مستر سيب لي بقى الحته اللي جايه دي، انا هظبطها لك، مش هتزعل مني ان شاء الله. وير احط لك ايه عشان ما تزعلش. وير ايه جيرلز، يا ريتك ما قلت، زعلتني برضه. طب ليه مش انت بتقول لي اهو الاسم لازم يتساب قبليه ايه؟ طب راجع، انا قلت لك ايه؟ الاسم المفرد، الاسم المفرد لازم قبليه ايه؟ الاسم المفرد قبليه ايه؟ المفرد، يعني بوي مفرد ابوي، جيرل مفرد اجيرل. طب هي جيرلز مفرد؟ لا جمع. طب ليه تحط ايه؟ خلاص يا مستر كده صح. طيب يعني تفضل الكلمه كده، الاسم كده يفضل عايم في الجمله ما يغرقش؟ لا ما يغرقش، عارف ليه؟ ايه العوامه بتاعته اللي شايلاه؟ الاس، حرف الاس، خلاص هو شايل الكلمه وحاميها من الغرق ومن كل حاجه ومفيش مشكله. يعني الاس دي كانها العوامه بتاع كلمه جيرل. ايوه بالظبط كده. طب ما احط لها كمان عوامه واحط ايه؟ ايه المشكله يعني؟ ما هو ما ينفعش يبقى ليه كده اداتين او حاجتين او عوامتين بالطريقه بتاعتنا عشان نفهم كده، هيتلخم ويغرق برضه، خلي بالك. يبقى ما ينفعش نحط ا واس كده، الشكل ده وحش. حاجه من الاثنين، لا اما تحط في الاسم اس في الاخر وتحوله لجمع، يبقى كده مش محتاج ايه، لا اما هتسيبه مفرد من غير اس تحط له ايه. طب ينفع احط اس هنا؟ لا ما ينفعش عشان في ايه. يعني يا مستر وير جيرلز كده خلاص. طب راجع بقى، وي ادي الكلمه الاصليه المبتدا، وجيرلز ادي الخبر، وار هي الرابط اللي ربط المبتدا بالخبر، وحطيت في الستوب، انا كده استاذ، برافو عليا، مش ناقصني حاجه. انت ولد، يو بوي. رجعنا تاني ما نحطش رابط، خلاص معلش ان شاء الله الغلطه دي تاني. يو ار، يور يور، يو ار ساوند يور يور. طيب بوي، بوي مفرد ولا جمع؟ مفرد، يبقى محتاجه العوامه، يور بوي، ومحتاجه الفول ستوب. كده انا ما عنديش ولا غلطه في الجمله. هذا كلب. طيب هذا بالانجلش، مستر نسي يديني كلمه هذا، ما قاليش هذا يعني ايه. طب وبعدين بقى نجيبها ازاي بقى ان شاء الله؟ ما هو ما قاليش هذا يعني ايه، مش عارف. لا انت عارف، هسألك سؤال، لما تعلمنا الضمائر مش انا قلت لك دول بنستخدمهم عشان نشاور بيهم على الحاجات اللي حوالينا والناس اللي حوالينا؟ طيب كلمة كلب، يا ترى ده ولد؟ حط قبليه مذكر ولا مؤنث؟ طب حط قبليه شيء؟ لا يا مستر، كلب دي كلمة غير عاقل. طب افتكر كده، غير العاقل بنحط ايه؟ بنحط ات. يعني هذا
أترجمها إت؟ أيوه تمام، برافو عليك. إت هذا ترجمتها إت. طب قبل ما أنسى بقى، معلش ممكن أحط لك الرابط؟ تمام، قبل ما أنسى. إت إز، إتس، إتس دوغ أور إتس داغ. الفول ستوب يا مستر. ها مبسوط مني؟ لا زعلان مني. مين خد باله بقى أنا زعلان ليه؟ أيوه كلمة داغ أور دوغ ناقصها عشان كلمة داغ كلمة مفردة، اسم مفرد. برافو عليك. هذه قطة. أوه ما مستر ما قاليش هذه برضه، يعني إيه؟ تاني؟ طب ما إحنا خلاص اتفقنا هذا وهذه، كل الحاجات دي غير عاقل، تاخد اتس. وقطة أكيد، لا مش هغلط بقى المرة دي. أهو، برافو عليك. طب يلا نترجم جملة مركبة شوية. أنا هاني أنا ولد. أنا هاني أنا ولد. هما دول كام جملة؟ جملتين يا مستر. خلاص تترجم جملتين برضه. جملة وفول ستوب وجملة وفول ستوب. أوكي؟ أنا هاني. أم أبو أم هاني. أنا ساكت أهو، مش هتكلم. ساكت يمكن حد يطلع لي غلط. اتش اتش معموله سكون، وده اسم ولد، وحضرتك علمتني اسامي الولاد والبنات لازم تبقى كابيتال. برافو عليك، ايوه كده. طب الرابط موجود؟ ما هو تمام، برافو عليك. طب الفول ستوب؟ تمام كده الجمله الاولى. طب هما جملتين، انا هاني انا ولد. واحد كان يقول اي ام هاني بوي. حبيبي لا، دي جمله كامله ودي جمله كامله. الجمله الثانيه بتقول انا ولد، يبقى لازم نعمل جمله زيها. ام ودي خدناها فوق خلاص، ام ابوي. ام ابوي. طب هو علي هو ولد، نفس الكلام بس بدل ما اقول انا بقول هو، يبقى هيز الي. وما انساش اعمل ايه كابيتول. طبعا الي ليها اكتر من طريقه في الكتابه، ممكن تبقى بالاي كده وممكن تبقى بالواي كده، مفيش اي مشكله، كله صحيح. انا بحب اكتبها بالاي. هو علي، ما انساش الفول ستوب. هو ولد، هيز بوي. فول ستوب. هي منى هي بنت، نفس الكلام خلاص اتعلمنا. شيز منى. اوعى تنسى وتعمل حرف سمول وحط فول ستوب. هي بنت، شيز a girl. She is Mona, she is a girl. أنا سعيد لمقابلتك. دي واخدينها في الـ conversation، في الـ dialogue. جملة على بعضها كده. Nice to meet you. لو فاكرين. Nice to meet you. وأنا فاكر في النطق قعدنا كتير في الكلمة دي وقلنا ما حدش بينطق كتير. ما حدش يقول nice to meet. يقول nice to meet you. No. Say what? Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. وكأن ما فيش دي خالص. طبعا ده في النطق وفي القراءة السريعة. طب مثلا لاحظت حاجة غريبة شوية. أنا سعيد لمقابلتك. دول كام كلمة؟ 1 2 3. Nice to meet you. 1 2 3 4. إزاي ثلاثة ترجموا أربعة؟ مش أنا قلت لك في أول الفيديو، ريح دماغك من الموضوع ده خالص، ان مفيش حاجه اسمها عدد كلمات بالعربي يساوي عدد كلمات الانجليش. طب ماشي يا مستر، معلش انا معترض على حاجه تاني. اتفضل. انت كاتب هنا انا، فخلاص معلش انا لازم اكتب هنا اي. معلش بقى سامحني، طالما حضرتك كاتب انا في الاول يبقى انا لازم اكتب لك كلمه اي. طب انت كده مبسوط خلاص؟ يعني عملت اللي انت عايزه؟ انت لما كتبت انا ارتحت كده لما شفت انا بالعربي قصادها اي بالانجلش؟ طبعا الكلام ده مش مظبوط وغلط تماما. احنا اتفقنا يا شباب احنا مش بنترجم عبارات وكلمات، انا مش بترجم كلمه قصاد كلمه، ما اشوفش انا يعني ايه واروح كاتبها، وسعيد يعني ايه واروح كاتبها، لا احنا بنترجم المعنى. انا سعيد لمقابلتك كلها كده على بعضها بتترجم جميل أني قابلتك، لطيف أني قابلتك. عشان كده بقول لولادي بس الكبار شوية، بقول لهم بنترجم من عربي لعربي
مثلا انت بترجم من عربي لانجليزي، انت غلطت في الكلام ولا ايه؟ لا ما غلطتش، انا واخد بالي. حضرتك المفروض تقول نترجم من عربي لانجليزي، لا بنترجم من عربي لعربي لانجليزي. تاني، من عربي لعربي لانجليزي. يعني من عربي في شويه مشاكل وفي حاجات مش مفهومه، لعربي واضح خلاص للترجمه اللي هترجمها على طول لانجلش. سيبك من الكلام ده، كلام ناس كبار شويه، والفيديو ده مخصص للصغيرين حبه. المهم ترجمتها نايس تو ميت يو. طيب وات ذس، انا قلت الجمله ما هذا، ترجمتها وات ذس او وات ذات. مستر سيب لي انا بقى الحكايه دي في البنكتويشن، لازم ما نسيبش الجمله فاضيه ونحط اخرها نقطه. مبسوط مني؟ لا مش مبسوط. ليه؟ ما خدتش بالك من حاجه. ما هذا؟ ما هذا؟ وات ذس؟ ما هذا؟ هو انا كده بقول جمله ولا بسال سؤال؟ بسال. طب يا حبيبي في السؤال نحط كويستشن مارك. طيب بالمره ناخد جمل الترجمه الثانيه بتاعه الدرس الثالث، هنقول اللي احنا ما قلناهوش منه او في حاجه جدا نقولها. هي هنا، هي بنت في ثانيه، هي هنا شيز هنا، ما انساش الحرف كابيتال وحط فول ستوب. هي بنت شيز a girl والفول ستوب. اسمي هاني، في ناس قالت لي الجمله دي صعبه شويه، ولا صعبه ولا حاجه، ان شاء الله كل حاجه معانا جميل، كل حاجه مع هلو ماي فلاورز اكاديمي ان شاء الله تبقى سهله، بس شويه تركيز. خلي بالك ادي 1 2 3 عندك ثلاث جمل في بعض، يبقى لازم بالانجلش الاقي ثلاث جمل في بعض. ماشي. اسمي هاني، ام ان، واحد عمال يدور على كلمه اسمي، عمال يقول لي يا ترى اسمي يعني ايه بالانجليزي، مش عارف. حبيبي لما نيجي نتكلم عن اسامينا، عشان كده بقول لك ترجم من عربي لعربي. اسمي هاني كاني بقول انا هاني، يبقى ام هاني. طب لا انا مش عاجباني دي، انا مصر في كلمه اسمي. ماشي براحتك، اسمها ماي نيمز، ماي نيمز هاني. My name is هاني. طيب الصح نكتب My name is هاني ولا نكتب am هاني؟ الاثنين صح. بص كده am هاني، My name is هاني، am هاني، My name is هاني، اللي يعجبك اكتب. الاثنين صح. خلاص طب انا ولد، دي خلاص سهله خدناها قبل كده. am a boy. طب عندي 8 سنوات، عمال تدور عندي يعني ايه ومش عارف. طب ترجم كده من عربي لعربي، عندي 8 سنوات يعني انا، هو انا لما كنت بسالك بقول لك هاو اولد ار يو، هاو اولد ار يو، كنت بترد عليا تقول لي ايه؟ ام 7 ام 10، صح؟ نفس الرد، عندي 8 سنوات ام 9 اور ام 8، 8 مش 9 ام 8. عايز تكتب 8 كده ماشي، عايز تكتب 8 كده ماشي، كله صحيح. سنوات على فكره لو كتبت فول ستوب كده اقول لك برافو عليك جملتك ممتازه، يعني اكتب ام 8 بس خلاص. اه تمام مفيش اي مشكله، يعني ممكن اسيبها كده خلاص ماشي مفيش مشاكل. عايز ابقى شاطر شويه هزود كلمه سنوات اللي هي year old، ودي كده اوبشن، عايز تضيفها ضيفها، مش عايز تضيفها مفيش اي مشكله، هتبقى جملتك برده صح. الباقي كله كلام بقى سهل. كم الساعة خدناها في الديالوج، وات تايم از ات، كم عمرك، هاو اولد ار يو، انت ولد، انت 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 ها انت، ركز في البداية، يبقى يور ا بوي، انت 5 سنوات يور 5 years old، هذه دجاجة، خلاص ما انا اتعلمت هذه اتس، لسه كنا بنتكلم عليها من شوية، هذه اتس، هذا وهذه غير عاقل اتس، ودجاجة هن، اتس ا هن، هذه نملة. اه لان انا هكتب دي عشان في حاجة جميلة هنا، هذه نملة. It's ants. فول ستوب. انا هسكت مش هتكلم، ساكت ولا هو ولا كلمة لحد ما الناس تكتشف الغلطة فين. محدش قال خلاص او لا. احنا اتفقنا الاسم المفرد ما يتسابش عايم في الجملة صح؟ اه يا مستر حضرتك قلت لازم يتحط قبليه ايه،
خلاص صالحتك يا مستر، صالحتك وكتبت اند. مبسوط مني ولا صالحتني ولا حاجه؟ انت زعلتني اكتر. انا قلت لك من شويه لو الكلمه بدا بحرف فاولز متحرك، افكرك ايه الحروف المتحركه هنا؟ ايه اي اي او يو، دي مالهاش دعوه بالترجمه. الحروف المتحركه ايه؟ اي 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 او يو. اللي يلاقي حرف متحرك من دول اتفقنا ما يحطش ايه، وما يحط ايه. بص انا هكتب جنبي ان كمان بقى اسمها ان، بقت انند، اتس انند. ما ينفعش اقول اتس اند لكن ان. ماشي، هذا ابي، ذيس از ماي فاذر، او هي از ماي فاذر. معي 5 جنيهات، معي تبقى اي هاف، اي هاف 5 باوندز. انا لست سعيد، دي بصراحه عايز اتكلم فيها برضو. سيبنا من لست دلوقتي، واضح ان هي الكلمه الصح. بص من مهارات الترجمه، الجمله كلها انت عارفها بس في كلمه صعبه، ترجم اللي حواليها وسيب مكان الصعبه دي شويه في الاخر، بدل ما تفقد الدرجه تماما يبقى في مشكله عندنا دي نفكر فيها. طيب انا اسمها اي، والرابط عشان ما فيش فعل بقت اي ام، وسعيد كلنا عارفينها اسمها. طيب ايه مشكلتنا دلوقتي؟ كلمه لاست دي مش فاهم، وبصراحه مستر ما ادالناش ولا قال لنا عليها حاجه خالص، فعلا ما قلتش كلمه لاست. بس انا علمتك ازاي تنفي فيرب تو بي في المحاضره رقم 6. كنا بنقول اما كنت بقول اما دكتور، اما دكتور، طب عايز اقول انا مش دكتور بقى، ما بشتغلش دكتور، كنت بقول ام نوت ا دكتور، ام نوت ا دكتور، صح؟ كنت بعمل كده، كنت بقول ام نوت ا دكتور. طب ما هو نفس الكلام، بدل ما اقول ام هابي، ام هابي يعني انا سعيد، لو انا شفت كلمه لاستو دي كده يبقى انا كده مترجم صح، انا سعيد ام هابي، انا سعيد ام هابي. طب انا لست سعيد، عارف لاستو دي اللي هي ايه؟ اللي هي كلمه نوت، 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 نوت اور نوت، بريتش اور نوت. ام نوت هابي، ام نوت هابي، ام نوت هابي، ام نوت هابي. يبقى ببساطه كلمه لست نوت دي وهسالك عليها، هزعل الاول يقول لي نسيت لست يعني ليس ولست ولا كلها زي بعض. طب يلا ترجموا لي، هي ليست سعيد. شيز ليست، دي بقى اسمها ايه بالانجلش؟ ما انا لسه قايلها لك نوت. طيب بس طالما هكتب ايز وراها نوت بنحب نكتبها كده بالشكل الجميل ده، وتبقى ايزن، ايزن عبد. تمام، اظن كده غطينا الجزء المهم من الترجمه كحاجه مبدئيه كده للطلاب. فالنهارده كنا بنتعلم how to translate from Arabic into English، ازاي نترجم من لغه عربيه للغه انجليزيه، ودي كانت الحلقه الاولى. ان شاء الله انتظروني في الحلقه الثانيه في مبادئ الترجمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.